طبعا من المقرر ان بكره ان شاء الله بعثه النادي الاهلي ستغادر جنوب افريقيا باتجاه الكاميرون اكيد لخوض مباراه القطن الكاميروني. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في جنوب افريقيا ابتدى بالفعل يعني يظبط كل الترتيبات المتعلقه بهذه الرحله واجرى كل الاتصالات المطلوبه مع سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون للاطمئنان على كافه الترتيبات المتعلقه بالاقامه والانتقالات وكمان ملاعب التدريب استعدادا لمباراه القطن الكاميروني. اكيد بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في مباراته الجمعه الجايه ان شاء الله، ومش بس زي ما بتقول نهاوند ان المباراه دي لا تقبل القسمة على اثنين، كمان المباراه دي ما ينفعش تكون مباراه للنسيان زي ما حصل قبل كده. المباراه اللي جايه هي فعلا اول طريق المصالحه ما بين فريق النادي الاهلي وبين جماهيره في كل مكان، اللي على فكره ما عندهمش ذره شك في ان النادي الاهلي برضو عنده قدره على ان هو يرجع مره تانية ويخوض التحديات المتبقيه ليه عشان يرجع يكمل في هذه البطوله اللي من الطبيعي ان هو يصل فيها للادوار النهائيه، ده العادي وده الطبيعي وربنا يسهل الحال ويحصل ان شاء الله. ما التاريخ هو دايما اللي بيتكلم يا كريم، لما بتيجي انت تذكر مثلا حادث معين او واقعه معينه بترجع فيها للتاريخ، التاريخ بيقول ايه؟ دايما تاني ما هو ما فيش نادي في الدنيا بيفضل يكسب، ده في البلاي ستيشن ده لو حصلت كمان يعني وحتى ما بيحصلش ما بتحصلش. صحيح. ففي انديه بتبقى انديه كبيره، انديه كبيره ولها تاريخ كبير جدا وكيان كبير جدا وتاريخ بطولات كبير جدا وارقام يعني يمكن لا تقارن بكمان الانديه المنافسه اللي هي المفروض الثانيه بعديك على طول، فده جاب موجود مع النادي الاهلي كبير جدا. لكن تاني هنقول بيحصل كبوات، بيحصل خساره، بيحصل مشاكل، بيحصل بعض الثغرات يعني دروبس زي ما يتقال ابس اند داونز، كل ده وارد في الكره العالميه. شفنا انديه كبيره جدا لها اسماء، انا لا اقارن النادي الاهلي بحد عشان احنا نقول عادي، لا احنا ما بنقولش عادي، تاني احنا ما بنقولش انه عادي بس ده بيحصل. فدي كره القدم، وعلى فكره مش بس كره القدم، اي حاجه في الدنيا كده مفيش حاجه دايما على طول على التوب، لازم تقع وتقف تقع وتقف، بس الفكره بقى انت لما بتقع بترجع تقف قد ايه، بتاخد وقت. احنا النادي الاهلي معودنا ان على طول ما سرعان بيرجع تاني يقف على رجليه وبيعوض الخساره اللي هو وصل لها. فنتمنى ذلك، نتمنى السيناريو اللي كان بعد 2019 يحصل مره ثانيه. الاهلي فرحنا بعد 2019 ثلاث سنين تقريبا، فنتمنى يتم اعاده هذا السيناريو مره اخرى مقارنه طبعا بالموسم اللي فات، احنا اكيد مش عايزينه يعني. فان شاء الله خير، احنا ماشيين في الطريق المحلي كده بشكل كبير جدا رائع. خلينا نقول افريقيا لسه عندنا فرصه كبيره، نثق بس زي ما كريم كان بيقول في نفسنا وفي اللعيبه.